بطل هذا يوسف وهمك بقى في حته. طب تعالى بقى. يا دي العروسه اللي خوتاكي دي. يلا يلا زمان اتوبيس الكنيسه جه. يلا بسرعه. خدي يلا هاتولكوا حاجه حلوه. وخدي بالك من يوسف. صباح الخير. صباح النور. احوالكم ايه يا عم سعيد؟ الله يخليك يا مس. يلا يا مريم يلا يا يوسف. صباح الخير يا ميس. صباح الخير يا مريومة. مش محتاجين اي حاجة؟ مستورة والحمد لله. يا رب دايما. يلا باي باي. طبعا يا اولاد كل واحد فينا عايش كويس، عنده بيت، لما بيروح بيلاقي بيت، بيلاقي بابا، بيلاقي ماما. لما بنجوع بنلاقي ماما بتعمل لنا اكل. لما بنتعب بنلاقي بابا بيجري على الصيدليه يجيب لنا دواء عشان نخف ونبقى كويسين. في البرد الشديد اللي احنا فيه ده لما بنروح البيت وعايزين ننام بنلاقي غطا نتغطى بيه. انا كنت يا اولاد من اسبوعين هناك في السودان، شفت الاولاد دول في الشارع مش لاقيين ياكلوا، في البرد مش لاقيين لبس كويس يدفيهم، في اولاد بتنام في الشارع عشان ما عندهمش بيت يعيشوا ويسكنوا فيه، في اولاد ما عندهمش بابا ما عندهمش ماما. انا فكرت فكره ازاي احنا نقدر نساعد الاولاد دول. اي حد عنده اي حاجه يقدر يساعد بيها الاولاد دول يجيبها. ايه رايكم؟ اجيب لك ايه يا يوسف؟ ناخد واحد من انا عايزه. شفت بعين الاولاد مش لاقيين ياكلوا. خلاص خلاص مش عايز حاجه. اي حد عنده اي حاجه يقدر يساعد بيها الاولاد دول يجيبها. تقعدي يا بنت تكملي اكل. لا خلاص خلاص شبعت. براحتك. ازيك يا سهير؟ الله يسلم عمرك. سعيد موجود؟ لا سعيد بيجيب حاجات من بره، بس اندحلك مريم. بت يا مريم تعالي ساعدي تتعايد. ايه ده يا مريم؟ ده انت كبرتي وبقيتي عروسه. شكرا. انا شفتك بتساعدي ماما وبابا كتير، انا مبسوطه منك، بس على الله تكوني شاطره في مدرستك. صدقيني شاطره. شكرا يا مريم تعبتك حبيبتي. لا 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 عيب عيب، ما تقوليش لتيت عايده كده. شكرا. يا ماري ايه دول؟ دول تيتا عايدة اديتهم لي وحوشته. وده من امتى يعني؟ من دلوقتي. اشمعنى بقى دلوقتي؟ عشان ها؟ عشان عايزة احوش. فالحة قوي انتي، بطلي عبط وتفضلي شوف اللي وراكي. قال تحويش قال. طب برضو احوش.
ألف نهار أبيض، ده العيد هيبقى عيدين. مين؟ ده أيمن أخويا بيعزمنا على الفرح. إيه يا عم أنت؟ هو إحنا محتاجين عزومة برضو؟ ألف مبروك يا عريس. سعيد. امسك أشوف مين. أيوة يا أيمن، بقول لك إيه؟ هو أنت مش محتاج حاجة؟ اللي أقول لي يا سعيد، هو مش فرح أيمن ده محتاج مصاريف برضو؟ هو إحنا اللي هنتجوز؟ يعني ايه الكلام ده؟ قال له يعني هنقطه، انا اخته الكبيره وده واجب عليا. هو انت ما بتردش عليا ليه؟ هو انت شايفه الفلوس متنطوره شمال ويمين عشان تقولي نقطه؟ ويعني اخويا كان قصر معانا في حاجه؟ انت نسيت هو عمل معانا ايه؟ ما نسيتش يا سوير، ونامي بقى يا ست، خلي العيد تعدي على خير. هو انا كنت قلت ايه علشان كل الكلام ده؟ انا بفضفض معاك. يوهو اديني سايبها لك. ده يا اخويا ده؟ الله ينور يا سعيد. وعليك يا باشا. امسك سعيد. ما تخلي بجد حبيبي، انت صاحب عيال. خذي يا مريم، تعالي تعالي حبيبتي، خذي دول علشان. شكرا. العفو يا قلبي. ربنا يخليك ويديك يا ست الكل. حوشتي كل دول؟ اه. انا عاوز اعرف بقى انت بتحوشي الفلوس دي ليه؟ انطقي. عشان الانكل قال لنا في الكنيسه ان في اولاد غيرنا في بلاد تانية مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا، ولما شفت صورهم صعبوا عليا قوي، والفلوس دي هروح واوديها للكنيسه عشان لازم نساعدهم. نساعدهم؟ انت هبله يا بت، احنا ما ينفعش نساعد حد. الناس دي في غيرنا كتير يقدروا يساعدوه، لكن احنا لا، ما ينفعش. ربنا بقى خلقنا كده، احنا نتساعد وبس، فاهمه؟ لا ينفع، وانا على قد ما قدرت حوشت. انا مش عاوزه اسمع صوتك. الفلوس دي انا هديها لابوكي. انت ناسيه ان احنا عاوزين نجيب لك فستان عدل تروحي بيه فرح خالك؟ وانا مش عايزه فساتين، انا عايزه اساعده، دي حالتهم وحشه قوي، وانا اخد الفلوس هروح واوديها الكنيسه عشان خاطري. ده النهارده اخر يوم. اتكتمي. طب عشان خاطري بلاش. بقولك الكاتني. سهير، ام مريم. خد يا حبيبي الظرف ده، دي الانكل سمير، وقول له بابا بعت لك الفلوس دي عشان الناس اللي انت قلت له عليهم، اديهم له. لسه بقى الامتحان اللي جاي صعب ليه؟ بابا كان بعت لك الفلوس دي عشان الناس اللي انت حكيت عنها. ماشي، شكرا، ميرسي. ده كل اللي انا حوشته. ايه ده، انت حوشتي يا مريم؟ ايوه يا انكل، انا حوشت 63 جنيه. برافو، حلو قوي. انكل، هو انا ينفع اعطيك عروستي؟ طبعا ينفع. على فكره الرب يسوع يا مريم بيقدر جدا اي حاجه بنديها له، اهم حاجه نديها له من قلبنا. صدقيني يا مس، ربنا مش حاوجنا لحاجه. انا عارفه يا ام مريم، بس انا معايا حاجات حلوه عشان خاطر العيال، شوفيهم بس عشان مقاسات. تعيشوا وتجيبوا، بركه ربنا كلها حلوه. وده فستان جديد لانج على مقاس مريم. ايمانك اقوى مني يا مريم، إيمانك أقوى مني.
لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها.